المعتصمين بميدان الجزائر. نحن المعتصمون بميدان الجزائر بموجب مطالب مشروعة ومعلنة للغير وللآخرين وفق منشورات تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإعلانها للغير، نطالب فيها بتصحيح مسار الثورة. وإذ يؤكد المعتصمون عن سلمية اعتصامهم وسلمية مطالبهم المشروعة، يؤكدون عدم مسؤوليتهم عن الأحداث والوقائع التي وقعت صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 26/12/2011 شباب ميدان الجزائر. دم الشهداء ما يمشي شباب.